يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للشاب المسلم في بريطانيا الدراسة في جامعة مختلطة بين الرجال والنساء، علما أن ذلك الشاب متدين وينوي بعد التخرج الحصول على الوظيفة والإنفاق في سبيل الله ونفع الإسلام والمسلمين؟ لا يجوز له دراسة في مدرسة أو كلية أو جامعة فيها اختلاط بين الرجال والنساء، بين الشباب والشابات، لما في ذلك من الفتنة وفساد الأخلاق والأعراض. وكونه يريد الشهادة فيه جامعات وفيه مدارس وفيه ما فيها اختلاط، يذهب إليها ويدرس فيها.